السلام عليكم. اليوم نحلو مباراة سويسرا إيطاليا. نبدأ بهذا الأكسيون ونشوفو أن كوفران زونفيرون 45 متر ولا نشوفو الكاردين بيت هنا اللي راه روج أوي متر اللي بيت تاعو ونشوفو البلوك تاعو كي 20 متر اي بوزيسيون ايديال باش يجيري الكوفران هذاك. هنا نشوفو الكاردين وين تعطل و إلا بري بوكو دي ريسك باش يرونسي البالون تاعو. كان جوست لاتاكون قدامو قريب ينحالو البالون ونشوفوه إلا تي 2 متر ولا 3 متر. لا هنا رانا نشوفو إن رونس تاع الكارديان سويس إن تري بون رونس أتير راح ديريكتومون الجوار تاعو. في هاد لاكسيون راح نشوفو ان بوت لي اونكيسيوه لا سويس. نشوفو لا بوزيسيون تاع لاتاكون و لا بوزيسيون تاع الكاردين بوت لي كان بزاف بروش للبرومي بوتو تاعو الوغ كان لازم يتديبلاسي شوية هكداك باش يونتيسيبي لابال تاعو و باش يكوبي لابال تاعو. و نشوفو هدا الشكل و روتا لاكسيون. وتاني كنشوفو الديفونسور الدوزيام ديفونسور هذاك اللي راه اون روج مشى مع الجوار الوغ كان لازم يكون في اللور في البوزيسيون مون تاعو باش يكوبي لا بال وحتى الكارديان يكون اليز باش يمشي البالون تاعو. وخلاو هذاك البلاصمون هذاك اللي خلاو الجوار هذاك خرج وحده وماركر بيت فاسيلمون. في هاد اللقطة تاني كنشوفو ان تري بون ديسيزيون تاع الكاردين بوت اللي خرج وغطى كلشي على لاتاكون. في هاد الكورنر نشوفو الكاردين كي ابري لا ديسيزيون دو بوكسي البالون الوغ كو هو كان وحدو. رانا نشوفوه هنا مكانش مجيني ولا كان يقدر يشد بالون. في هاد لاكسيون نشوفو الكاردين اللي خرج و ديفونسور اللي خدا لا ديسيزيون باش يديكاجي البالون نشوفو فيه مانك دو كومينيكاسيون. في هاد لاكسيون نشوفو البوزيسيونمون تاع الكاردين بوت لي راه غلط باسكو راه لاصق بزاف على البوطو تاعو. ونشوفو لابوزيسيون تاع الجوار لاتاكون هداك و الكاردين كان يقدر يافونسي شوية باش يشد بالون بسهولة. هنا نشوفو ان بون جيستيون د لابروفوندور من عند الكاردين ايطاليان لي خرج في البون تايمين وزاد ما خداش الريسك ديريكت مخرج البالون للدوش. هنا نشوفو لاكسيون دو بوت وين الكارديان سويس بري ان بوت على بعد 20 متر. نشوفو البوزيسيون مون تاعو كان مليح بصح برك كان ماشي كونسونتري على البال اي موفيز كونسونتراسيون هذاك الشيء اللي خلاه يتبع البالون بعينيه. في هاد اللقطة انا نشوفو الكارديان ان بون بوزيسيونمون غطى على المرمى تاعو ان بون فيرميتور دونك وهاد الشيء اللي خلاه يتصدى اون دو فوا لاكسيون. هنا لاكسيون بيت و نشوفو الكارديان سويس كيسي بال على بعد 25 متر. هنا تاني نقدر نقولو التركيز تاعو كان ناقص في هاد اللقطة وين خضى قرار اللي غلط فيه هو كان حب يصوتي في البلاسمون تاعو هذاك كان بيقدروا يدير ان ديبلاسمون لاتيرال اللي يخليه يتصدى للبالون فاسيلمون بصح هو كان شويه ماشي مركز في هذا الاكسيون وهذا الشيء اللي يخليه ينكسر البيت هذاك ويكون روتار للبالون. شكرا للمتابعه وهذا يبقى الى التحليل الخاص وشكرا.